في أخبار الطقس، نبهت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأحد من زوابع رملية وموجة حر على بعض الولايات الجنوبية، وهذا بداية من الساعة 6 صباحا إلى غاية 9 ليلا. وأوضح تنبيه المصلحة من المستوى الأول أن الولايات المعنية بالزوابع الرملية هي كل من أدرار وتمنراست، وستكون الزوابع الرملية مرتقبة من الساعة 9 صباحا إلى غاية 9 ليلا. أما الولايات المعنية بموجة الحر التي قد تتعدى 48 درجة تحت الظل فهي كل من تندوف وأدرار.